وانت نفس الكلام يا رامي برضه الناس اه مبسوطه. ما حدش بياخد اي حاجه غير لما يرجع للدكتور بتاع النادي الاهلي whatever هي supplements او اي حاجه فيها انت تعبان او اي حاجه المفروض دوا تاخده، لازم ترجع للدكتور بتاع النادي الاول يكونفيرم ان انت تاخد الادويه دي ولا لا او السبلمنتس دي ولا لا. فاحنا الحمد لله في السيف سايد في الحته دي، وفي عندنا ودايما بيعملوا تحاليل منشطات بعد كل بطوله، يعتبر بطوله الجمهوريه دايما بيبقى في تحليل منشطات من التحاليل الواده المصري بيعملها بالواده، من الواده الواده اللي هي بتاعت مكافحه المنشطات النادو، النادو المصريه، النادو النادو اه النادو بالظبط اه الواده دي المنظمه الدوليه، الدوليه انما النادو هي النادو المنظمه المصريه ناشونال، يعني مش عارف اختصارها، بس هي بتبقى منظمه اللي هنا في مصر. طب انتوا لو حبيتوا تروحوا لها تستشيروها في حاجه، لاست ابديت ليست للادويه تقدروا دايما الدكتور بتاع النادي الاهلي هو بيبقى ابديت بالحاجات دي ابديت كلها بالحاجات دي بالظبط، بيجيبها لكم فهو لازم هو وبتقولوا بيبقى حتى دواء البرد اي حاجه اه والبروتينات كل والكرياتين حاجه مثلا والحاجات اللي جميع بتاخدوها انواع السبلمنتس كلها لازم تبقى كونفيرمد من الدكتور الدكتور بتاع النادي طبعا. ده ملف الحمد صعب لله. جدا يعني خلي بالكم، بقى يقع فيه لاعبين كتير جدا مؤخرا، في لعيبه بتقع فيه عن قصده وفي لعيبه بتقع فيه عن غير بس انا اسمع قصدنا، ان في وممكن افريقيا مثلا برضه بياخدوا الحاجات دي، يعني لما اطلع بطوله افريقيا بسمع، ما اعرفش انتوا تقولوا لي المعلومه صح ولا لا، اللعيبه الافارقه بتاخد المنشطات دي وبتروحوا بطولات، ولا بيبقى في تحليل برضو للعيبه نفسها الافارقه، ولا ايه الوضع؟ هو اكيد في لعيبه بتاخد، مش كل اللعيبه معتمده على الحاله البدنيه بتاعتها لوحدها، بس ان هو ياخد بقى دي بتبقى حاجه راجعه للدكتور، هو بيعرف بقى بس خلي بالك انا يعني بيبلغوني ان في كذا عداء نيجيري توقفوا في الفتره اللي فاتت، فواضح ان ده بقى منهج في افريقيا، ويعني الموضوع مش في افريقيا وفي العالم كله عموما العالم. يعني الفوكس دلوقتي بقى جامد قوي على اللعيبه ده عشان روسيا توقفت بالظبط من فتره بتتكلم كبيره على دوله رياضيه عظمى، يعني روسيا توقفت كانت بتلعب في الاولمبياد اللي فاتت مش باسم روسيا برضه بسبب واللي قبليها المنشطه، كمان يعني دوله هي روسيا بقى لها فتره يعني امريكا تاريخ يعني كبير. مسيطره على الحته دي. طب اسالكوا سؤال، يعني المنشطات دي فعلا بتفرق؟ اكيد طبعا اكيد، انت مش هتعرف ترد ومحدش جربناها بس هي اكيد النتائج بتبين طبعا في طفرات بتحصل طفره في بتحصل الارقام فعلا يبقى ده اكيد مره بالبلدي كده زي ما بتضرب حاجه اكيد اكيد ضرب حاجه فرقت معاه في فرقت معاه في الرقم اعرف وبتبان يعني ليها ساينس بقى تعامل ازاي تتعامل مع ان انت تلغي يعني بس احنا هنا مش في مصر مش متمكنين منها قوي ازاي يعني. تاخد ما يكشفش بالظبط العالم كله ماشي كده يعني لعلمك الحرب دلوقتي بقت في المعامل بالظبط هو معامل هو المعامل. ازاي ادي للاعب بتاعي منشط وازاي ما يكشفش عشان الارقام اللي بتحصل دلوقتي برضو صعبه يعني يعني مش هحققها بالبيض واللبن بالظبط خالص ولا في حياتي بدري ولا احقق الارقام دي ازاي ده حقيقي بيبدا بقى يبين عليهم تغيرات جسميه، حتى البنات بتلاقي بدا يبدا تغيرات بقى فسيولوجيه بتبان عليهم، تغيير في الصوت، حاجات كتيره كده جدا بتختلف، فكان بنبدا بقى نشوف الطفره بتاعه الارقام فتره، وممكن بعد كده يا اما اللاعب ده بيختفي من الملاعب يا اما بقى بتوقف حاجه من دي حاجه من بس هم اكيد برضه في الاتحاد الدوليه مراقبين واكيد شايفين اللي انتوا شايفينه، يعني لما بيلاقوا لاعب عمل طفره ممكن يعملوا له بيبداوا يحللوا له يعني دوبنج تشيك صادم اللي كده بيروحوا واخدينه تعالى يا باشا ايوه ومش دايما مثلا يعني احنا عندنا هنا في مصر ممكن بيبقى الدوبنج متوقف على بعد البطوله، انت في الماتش بتخلص ماتشك على حسب المركز اللي انت محققه يعني واحد محقق مركز اخير الدوبنج تشيك ايه ده ممكن يعني هم اللي يديروه منشطات عشان الراجل يبقى كويس بس اما بره لا بره ممكن انت في بيتك عادي يجوا يخبطوا عليك ان انت ما عندك دوبنج دلوقتي اما هنا لا بيبقوا عارفين خطه نشاطك ايه خلال السنه فبيبقى عارف انت هتبقى موجود فين في كل وقت انت مثلا موجود بره معسكر هنا طبعا معسكر في كذا معسكر في وات ايفر فين اسمها يعني اسمها وير اباوت انت فين بالظبط يقول لك تعالى لو اتخلفت ولو اتخلفت بيعملوك كانك عندك منشطات هم بيروحوا فعلا بيبدا فان هو تاخد بياخد ثلاثه مش يعني ده انت ما بيستناش ده بيبلغوني كمان ان انت ثلاثه مش تيست يعني فقدت ثلاث تحاليل تتوقف على طول كانك بيعاملك كانك عندك بيتهرب من التحليل انا عايز اقول لكم حاجه يعني اضحككم انا كنت دايما انا اللي اطلع في منشطات الفرقه انا ما اعرفش كان بيحصل معايا كده ليه كنت كل بطوله اروحها مع المنتخب يعملوا هم الرقم الالعاب الجماعيه جربوا فياخدوا يعني تنبولك كده ايه رقم بسم الله ما شاء الله انا ما فوتش ولا بطوله الصراحه يعني ولا تحليل يعني حتى بس الحمد لله ما لا فيش. الحمد لله كنت دايما سالم الحمد لله لا وعايز اقول لك ايه انا مره والله يعني احنا باي ذا واي بضحك معاكم يعني وانت اكيد تقول ذكريات انا كل بطوله انا افريقيه والالعاب افريقيه ولا حاجه اقوم من نفسي ما استناش خلاص يا جماعه انا عارف ان ده دوري وتمانية البطل وبرده كان في مره اخدت بروتين قبل بطوله بروتين عادي بروتينات ومعروفه المصدر كنت شاريها من دوله اوروبيه وبتاع ما نمتش بقى لغايه ما النتيجه طلعت قلت بس ازاي خلاص هتطمن بس هتوقف خلاص حصل معاك حاجه كده
لا يعني بالنسبه لل احنا كده كده بنبقى سبلمنت. عارفين سبلمنت عادي، احنا بنبقى عارفين ان احنا قبل ما بناخد اي حاجه بنبقى متابعين مع الدكتور، فاحنا خلاص بقى لو حصل اي حاجه هنجيب هتجيب الدكتور على طول. مين بقى يا عم بقى؟ هو في بقى كونفرزيشن كده، واتساب كونفرزيشن كده تبقى مضمونه خلاص، انت خلاص ترجع لها بقى. طبعا انا بتشيك مع الواتساب، وحتى لو رحت تحقيق بره وبتاع بتقول انا سالت الدكتور بتاعي بالظبط. دي بتتاخد بس طبعا لازم بقى الدكتور يبقى كواليفايد وابديت، هي دي الفكره. طب برافو، حلوه دي. يعني قصدي اقول لك في ساعتها المسؤوليه بتقع على الدكتور. بالظبط. بس الدكتور بقى يعني هي بقى دي الفكره بقى، هو يركز بقى الدكتور يركز.